عباقرة الجامعات المجموعة الرابعة ومباراة مهمة في المجموعة الرابعة واللي بتضم جامعة ام تي اي، جامعة المنصورة، جامعة السادات وجامعة السويس. وهفكركم النتيجة: جامعة السويس 95، جامعة ام تي اي 65. ودلوقتي مع اخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. جامعة السويس، أول سؤال أمين أحمد، اتفضل. سؤالين لكل جامعة، وأول سؤال لجامعة السويس، وهنشوف موضوع السؤال إيه. سؤال في العلم، سؤال في العلم، يا ترى بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بعشرين نقطة. علم، والسؤال هو أدب. من هو الأديب المصري الراحل صاحب كتاب عزف منفرد؟ من هو الأديب المصري الراحل صاحب كتاب عزف منفرد؟ خمس ثواني. أميرة. يوسف إدريس. يوسف إدريس. يا أميرة، إجابة مين؟ إجابت أنا. وإنتوا كلكم مش وافقين أصلا، حوافق أنا إزاي؟ أميرة، إجابة صحيحة. أيوة يا أميرة، يوسف إدريس فعلا. 20 نقطة مهمين جدا لجامعة السويس. جامعة السويس 115، جامعة ام تي اي 65. جهاد عمر، اتفضلي يا جهاد. جهاد عمر، وهنشوف السؤال الثاني موضوعه ايه. جوكر، الحظ بيبتسم لام تي اي. جهاد، تحب تتسأله في ايه؟ في العلم. علم ام تي اي، سؤال ب20 نقطه ولا ب30 نقطه؟ لازم اخد الريسك في 30. اتفضل. سؤال ب30 نقطه في العلم لجامعه ام تي اي. علم، والسؤال هو الى اي دوله تتبع جزيره رانجل؟ إلى أي دولة تتبع جزيرة رانجل؟ شكلك الإجابة مش عندك يا عبد الله. إيه رأيك تنزل إيدك؟ إجابتك يا عبد الله. كندا. كندا؟ جامعة السويس في إجابة تانية؟ إن شاء الله إذا خطأ. إجابة شوية. أميرة عندها إجابة، يبقى كندا إجابة خاطئة. مش كندا. روسيا. أمير إبراهيم، روسيا ب30 نقطة، إجابة صحيحة. برافو عليك يا أميرة، فعلا رانجل في روسيا، 30 نقطة. وبكده جامعة السويس 145، جامعة ام تي اي 65. المباراة اتحسمت لجامعة السويس. ألف مبروك الثلاث نقط لجامعة السويس. ألف مبروك. السؤال الثالث، شروق، اتفضلي يا شروق. شروق سيد، وهنشوف السؤال الثالث موضوعه ايه. لفه كامله يا شروق. فنون، سؤال في الفنون، سؤال ب20 نقطه ولا ب30 نقطه؟ 30. خلاص 30، ممكن نوقف حاجه. اخر فرصه للشوكه. فنون، والسؤال هو من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور أم رحيم في مسلسل الليل وآخره؟ من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور أم رحيم في مسلسل الليل وآخره؟ أربع ثواني. بهاء، شكلك ما عندكش الإجابة. حاول أخمن. إجابتك صعبة قوي، التخمينة دي قوي. كريمة مختار. كريمة مختار، إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ نخمن طبعا. اتفضل. هدى سلطان. هدى سلطان يا عبد الله، تخمينها في مكانها، إجابة صحيحة. الراحلة هدى سلطان هي الإجابة الصحيحة. 30 نقطة لجامعة ام تي اي. ام تي اي 95، 145، جامعة السويس.
خليل، تفضل يا خليل. السؤال الرابع هنشوف خليل، والسؤال الرابع موضوعه ايه؟ الحظ لما يبتسم في الاخر بقى يا امتي اي. طبعا. تحبوا تتسالوا في ايه؟ نسال في الرياضه. سال في الرياضه، تمام. قبل ما اسال السؤال عايز اروح لاسامه. ازيك يا اسامه؟ الحمد لله يا مستر. اسامه ما لحقتش اتكلم معاك من اول بطوله. قول لي بقى يا اسامه، ايه اللي حصل لجامعه ام تي اي في البطوله دي من وجهه نظرك؟ هو في الاول احنا استعدينا كويس الحمد لله، فحتى الماتشين اللي فاتوا كنا بدانا كويس جدا، وفي الاخر كل ماتش لازم الماتش يهرب مننا، التركيز بيروح خالص، التوتر بيشتغل، فالحمد لله. الحقيقه انتوا فريق قوي، ده رايي الشخصي. انتوا محتاجين بس شويه خبره ترجعوا تستعدوا وترجعوا اقوى في الموسم الجاي باذن الله ان شاء الله. مستر كمبيوتر ساينس يا اسامه، بتفكر في مستقبلك ازاي؟ وقبل الكمبيوتر ساينس انا كنت تجاره انجليش الازهر، وبرضه نفس فكره افنان برضه، يعني زي افنان بالظبط. قعدت قد ايه في تجاره انجليش؟ ثلاث سنين برضه. ثلاث سنين بالظبط. وبعدين وبعد كده حولت كمبيوتر ساينس جامعه ام تي اي، لان انا كان نفسي ابقى مهندس، وده اقرب طريق ان انا وصلت ليه لللقب الحمد لله. بس انت راضي عنه القرار ده؟ مليون المية. مليون المية. والله انا بحييك يا اسامه، برافو عليك. شكرا حضرتك. برافو عليك، برافو عليك، قرار عظيم. تمام. قبل ما نسال اخر سؤال عايزين نروح لعبد الرحمن محسن. ازيك يا مستر عصام؟ عبر الانترنت زميلكم عبد الرحمن محسن، ما شاركتش معانا المباراه دي. انا على الاسف مش شاركتش، بس انا بتابع الحلقه كويس. طيب تقول لفريق ام تي اي ايه؟ اقول لهم هارد لك وبالتوفيق الموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله. هم عملوا اللي عليهم بس ما كانوش موفقين بصراحه، وباذن الله التوفيق هلفهم الموسم اللي جاي باذن الله. بس انا شايف ان عبد الله وليد في رايي الشخصي انه تالق على مدار البطوله. عبد الله عبد الله صديقي الشخصي، انا وهو في كليه واحده في كليه العلاج الطبيعي، وربنا يوفقه باذن الله. هو من اشطر الطلبه في الكليه عندنا ما شاء الله عليه. محتاج يستعد ويرجع تاني في الموسم الرابع، انا متاكد هيبقى ليه دور اقوى من كده. صح يا عبد الله؟ يا رب، ربنا يخليك باذن الله. باذن الله. اشكرك عبد الرحمن على المتابعه واتمنى لك كل التوفيق. آخر سؤال في الفقرة وآخر سؤال في الحلقة، سؤال بعشرين نقطة لجامعة ام تي اي رياضة. والسؤال هو: منتخب أوروبي حصل على أول بطولة في كأس العالم لكرة اليد رجال عام 1938، فما هو؟ منتخب أوروبي كسب كأس العالم لكرة اليد. فرنسا. فرنسا إجابة خاطئة. فرنسا ما كانتش بتلعب في البطولة دي. البطولة دي كان فيها أربع فرق بس. أربعة بس، وكانت في ألمانيا، وألمانيا اللي كسبتها. معلومات عنده كاملة. مير إجابة صحيحة. النمسا والسويد والدنمارك وألمانيا. فعلا يا مير، برافو عليك. 20 نقطة مهمين جدا لجامعة السويس. النتيجة في نهاية المباراة 165 جامعة السويس، 95 جامعة ام تي اي. تعال نشوف ترتيب المجموعة الرابعة بعد مباراة النهاردة. وجامعة السويس هتستنوا المباراة الأخيرة ما بين جامعة المنصورة وجامعة السادات علشان تعرفوا هتتأهلوا ولا لا. إن شاء الله خير. هنشوف ترتيب المجموعة الرابعة. في المركز الأول السويس 6 نقط و440 نقطة إجابات صحيحة. المنصورة في المركز الثاني بست نقط و325 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث جامعة السادات 3 نقط و225 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع ام تي اي مفيش نقط و300 نقطة إجابات صحيحة. هارد لك لجامعة ام تي اي، وهنقول ألف مبروك على التلات نقط بتوع ماتش النهاردة لجامعة السويس. كلنا نحيي جامعة ام تي اي. أفضل لاعب في ماتش النهاردة ماهر طارق بسبعين نقطة، نحيي كلنا. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 260 نقطة،
وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 520 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 10,820,000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. MTI هارد لك، ودعت البطولة، ولكن أنا مستنيكم بإذن الله في الموسم الرابع، وأتمنى لكم كل التوفيق، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.